جبنا الحوت عبريوت فؤاد ريحه الحوت كي داير مزيانه. ها هي الفريت ديالنا في القلايه، شوف ما فيهاش قطره ديال الزيت. شوف تبارك الله كيفاش كتجي الكيس بدون زبده. شوف شحال الكميه اللي خرجت لينا، غير نص كاس ديال السكر وكاس ما عامرش ديال الزيت. تعديسه البلديه تبارك الله. السلام عليكم يا احلى متتبعين، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده، ولقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر وباش ما تمنيتو. شكرا بزاف على اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، والناس اللي كيسولوني معاش كتحط فيديو. انا كنحط كل نهار فيديو مع التمنيه ديال العشيه، ما كاينه غير الطاقه الايجابيه والشهوات الاقتصاديه. اليوم غنشارك معكم بعجينه وحده نخرجوا القرص ونخرجوا البريوش وكوكيز بدون زبده وعديسه والحوت. شوفوا بزاف ديال الشهيوات اليوم الاقتصاديه. اول حاجه غادي نبدا معكم العشيوه ديالتنا. انا نقول لكم المقادير، عندي ثلاثه المعطيشات طحنتهم او حكوهم، وبصله محكوكه وقزبر ومعدنوس والعدس والثومه، تقريبا اربعه الفصوص ديال الثومه او خمسه محكوكين. اما العطريه غنقول لكم اش من عطريه استعملت. شديت هذا العسال غسلته ونقيته، أو ضروري انني نقيه ونغسله مزيان. ناخذ هذه البصيله محكوكه ونزيدوا عليها قزبر ومعدنوس، ونخلي القزبر ومعدنوس بالنسبه للسردين حيت غنقلي معكم السردين. وهذه راها العشيوه ديالتنا، اول مره تتبعوا العشاء بالسردين بالسردين والعدس. ها انتم سمعتوها، الثومه وهاد فليفله حاره ومطيشه اللي قلت لكم طحنت ومليحه، معلقه صغيره ولكن بان لي بزاف الملحه وانا نقصت. هنا معلقه صغيره ديال الكركم يعني الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال البزار ما كنكثرش البزار، هنا معلقه صغيره ديال التحميره. بالنسبه لهاد المعالق راهم صغار ولكن عامرين. هنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، ديما ما تكثروش العطريه بزاف غير كتخسر لكم المرقه ديالتكم وكتولي حاره، يعني كتولي واحد المذاق ما زوينش في العطريه، عينكم ميزانكم. كندير الزيت والميها، الماء غادي تقريبا ندير لتر ونصف ديال الماء، وخمسة دراهم ديال العدس. العدس كيبغي شويه الماء، واللي بان لكم الماء بزاف راه تشعلوا البوطه غادي نسدوا عليه بالصفاره. نحسبوا ليه 35 دقيقه، بان لينا حلينا الكوكوط ولقينا فيها الماء نخلوها تنشف، راه عادي. غادي ندير الصفاره غير نسمع الدر بش بش بش. غنحسب ليها 35 دقيقة ونسكت عليها. دابا غادي ندوز نصوب معكم الحوت السردين. عرفتي شنو في العشاء درت ليهم العدس والسردين، هذا العشاء هذا. غادي نوريكم توابل سهلة في الحوت، السردين معروف التوابل ديالو. وكاين شي عدس كيشرب بالماء دغيا، يعني واخا تحسبوا لها 35 دقيقة ردوا معها البال على عافية متوسطة. ديما ردوا البال مع الكوكوط. هنا غادي ندوز نصوب شرموله ديال الحوت، عندي معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ما عامراش ديال البزار. بالنسبه للعطريه والمقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي ما تكونش عامره. انا عندي معلقه صغيره ديال قزبر يابس، ومعلقه صغيره ديال الكمون والملحه وقزبر ومعدنوس اللي خليت من العدس. العطريه باينه، كانت عندكم عطريه ديال الحوت ديروها، عطريه ديال البسطيله ديال الحوت ديروها. هنا راه حامض، اللي ما كانش عندكم الحامض ديروا الخل في بلاصه الحامض. شي ثلاثه المعالقات ديال الزيت يكونوا كبار، واللي كان عندكم زيت الزيتون من الاحسن ديروا زيت العود، راه كيجي زوين في الحوت حتى هو. صافي كنشرمل هذا الحوت ديالي، خديت السردين ولكن خليت لي هذيك الشوكه الوسطانيه ديالو اللي حيتها السردينه غادي تقسم على النص وما تبغيش تجمع ليا. وانا غنوريكم واحد الطريقه زوينه ديال السردين ما يشربش لكم الزيت عمركم. بالنسبه للناس كاين اللي كتعجبهم وحده فوق وحده، ولكن فكنديروا وحده فوق وحده كيشرب لينا الزيت بزاف. هادشي علاش طيبوا كل وحده بحدها بحال هكا. صافي خليت الشرموله يشرب الشرموله ديالته، وغادي ندوز نصوم معاكم الفريت. بالنسبه لهاد الفريت ديال صحاب الريجيم، الناس اللي ما كياكلوش الزيت نهائيا، عندي شويه الملحه وشويه ديال تحميره. بالنسبه للفريت راه ما طيبتها لا والو، غير قطعتها وغسلتها ونشفتها من الماء. يعني فدا ما طيب غادي ندير الزيت سخون باش نصوب معكم الحوت. ها هو كيفاش خليت واحد خليت 15 دقيقه غير نصوب العطريه شرمون، وانا خديت الفريت غادي نطيبو في القلايه. انا شعلت القلايه حتى هو بعد صافي بدات تسخن، غادي نطيها دابا باش نوريكم كيفاش تسخن.
الفريز غادي ديروا له الزيت، يمكن لكم تدهنوه بالزيت، بغات ديروا الزيت ما غاديروا الزيت، انا ما غاديش ندير فيها الزيت نهائيا، بس غير شويه التحميره، وهذا راه سخنته مسبقا ضروري اننا سخنناه هاي سخونه شو صافي. غادي ندير الفريز ولي بغيتو ترشوا عليها شويه ديال الزيت ايمكن لكم، راها غتجي زوينه بزاف. نديروها هنايا صافي، بعدو على الحيط ضروري حيت فيها حيت لا تمسنو فيها، في هذيك يخرج منها هذيك البرد، ضروري انكم تبعدوها من الحيط. دابا غادي نشعل الوقت، ها هي شاعل، غادي نديروها على الفريت. ها هي الفريت، انتو معايا كتبان الفريت، ها هي الفريت، نديرو على الفريز، هاي تابع الفريز، صافي غير نرفعو على الفطورة ونشعلوها، الوقت هذا الوقت، هاهو الساعة، غندير على نص ساعة، وهنايا السرعة، درنا على 200، الحرارة، هنا الحرارة على 200، كاين أقل من 200، هاهي 190، حنا غنديرو على 200، ومرة مرة نحلوها، نديرو لها بحال هكا، نقلبوها، نحركوها. الحوت بعد ما شرب الشرمولة ديالته خليته 15 دقيقة، درت لي غير الدقيق الأبيض يعني الفورس، ومرمته في الفورس، وعادة درته في الزيت يكون سخون مزيان، غير سخون الزيت ونقصوا عليها العافية متوسطة ماشي ناقصة، على عافية متوسطة باش الحوت ديالكم ما يشربش الزيت، اللي درنا عافية قليلة غادي يشرب لكم الزيت وما غاديش يجي زوين. صافي كنقليه بحال هكا، واللي كان عندكم القمح شدوا غير القمح أو فينو غربلوه وديروا فيه هاد الحوت، يعني بلا ما ديروا الدقيق الابيض وديروا فينو او الدقيق الكامل القمح، كيجي زوين غير ما متوفرش عندي. والناس اللي ما كياكلوش الزيت يمكن ليهم يديروا هاد الحوت في القلايه او الفران، لكم الاختيار. ها انتم العدس كيف فايد فردي اللي بغات يشرب لكم الزيت، تبعوا هاد الخطوه اللي عطيتكم، هاد المقاده اللي عطيتكم فردي ديالكم غيجي بنين، شوفوا وضروري من فريز في القلايه، اجي شوفوا معايا فريز في القلايه شوفوا. هانتوما هاو بدا يطيح، شوف شوفوا ضروري ان كل فريت مره مره تحركوها بحال هكا، ضروري ضروري، ملي تمشي بحال هكا غتحرق لكم وصافي، وغتقولوا القلايه ما زوينه، بالعكس القلايه زوينه، ولكن مره مره ديروا لها بحال هكا طق 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 طق، مره مره ديروا بحال هكا. هاد القلايه واخا تكون شاعله يمكن لكم تخرجوا هذاك الشيء ديالكم وتحركوه، كيجي زوين وما كيجرش الزيت. هنا راه كيلو ديال الحوت، عرفتي شحال خرج ليا تبارك الله، كميه كبيره، العديسه ها هي طابت، درت معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال القزبر اليابس، وجربوها في هذه المرحله راها كتجي زوينه بزاف رائعه. وزيت الزيتون اللي كان ديروا في هذه المرحله ما نقولش لكم على المذاق. ها هي الفريت ديالنا في القلايه، شوف ما فيهاش قطره ديال الزيت، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رائعه، قطرة زيت ما فيها، باش عارفوها ما فيهاش الزيت نهائيا. ها انتم العديسة، انا نحط معاكم عشان تقربوا تشوفوا معايا، العديسة البلدية تبارك الله. غادي نصحح واحد الغلط درته البارح في القناه، قلت لكم راس الحانوت هو المروزيه، لا راس الحانوت هو اللي كيدار في اللحم، اما المروزيه كدار في الدجاج في الرفيسه، غير مع المونتاج وكل نهار فيديو راه كيمشيو شي حوايج من راسي، راه نقولش لكم سمحوا لي بزاف. صافي الشيوه ديالتنا هي هذه، درت لهم السردين ما كيشرب لا زيت لا والو، شوفوا السردين كيدير، شوفوا اول مره تسمعوا شي واحد غيتعشاو بالسردين والعدس، هانتوما السردين، هانتوما العدس تبارك الله جا ريحته رائعة، شوفوا شوفوا اللويين كيداير، وهنا درت ليهم الفريت في القلاية، شوفوا الفريت ديال القلاية كيداير زوينة، صافي الخبز شوية ديسير، هادي العشيوة ديالتنا، هادشي راه اقتصادي، السردين داير غير 260 لا 240، وهذا داير 5 درهم ديال العدس، هادشي اللي كاين غنتعشاو دابا ورجعنا معاكم. صباح الخير، كي صبحتو كلشي بخير، أموركم مزيانة، البارح غير تعشيت وجلست شويه قريت التعليق ديالكم وجاوبتكم وانا نعس، صافي فقت مع الصباح برعمرت بلي ديالاتي، حطينا فطرنا انا والوالده والوالد وخوتي، خوتي مشاو خدمو شويه غادي يجيو حيت كيفيقوا بكري شويه وغادي يدخلوا، قلت انا نوجد دابا بقى غير 9:30، قلت لهم غادي نوجد بعجينه وحده نخرجوا البريوش ونخرجوا القرص وكوكيز، شي هو اقتصاديين بلا زبده بلا والو، انتم عارفين على السيمو نبدا على بركه الله، نوريكم المقادير اللي غنستعمل في القرص وبريوش وكوكيز،
اجوب عاد. وحنا في الدار عندنا فرق كبير ما بين راس الحانوت والمساخن. المساخن كان بوحدو وراس الحانوت بوحدو. المساخن كنديروه في الرفيسة وراس الحانوت كنديروه في اللحم. يعني المساخن فيه بزاف ديال الاعشاب كيكونوا سخان بزاف كنديروهم في الرفيسة وفي الشتا، خصوصا في الشتا. صافي هادشي اللي كنعرف انا، راه قلتو لكم سمحوا لي الا درت شي غلط. حنا في هاد القناه كنصحوا لبعضياتنا، ما كانت شي حاجه كنقولوا السيم وراه ماشي هذيك، وحتى انا كن يعني ما كاينش واحد كامل ومكمل. بسم الله، دابا غادي نصوب معكم العجينه السحريه. عندي 3 كيسان ديال الماء، معلقه ديال الخميره الفوريه، وجوج معالق ديال السكر، وياغور طبيعي، وصاشي فاني. بالنسبه للسكر درت غير جوج معالقات، وحتى حركت هذاك الشيء مزيان، ودرت نص كاس ديال الزيت. بالنسبه لهذوك 3 الكيسان ديال الماء راهم دافين، والناس اللي ما كتعندهاش ياغور طبيعي يمكن ليها دير الحليب، يعني كاس ديال الحليب. صافي كنحرك هذاك الشيء مزيان وكنزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق تقدر تهز لكم كيلو او اقل من كيلو. انا مالفه هاد العجينه السحريه كتهز لي 10 الكيسان ديال الدقيق الابيض، يعني 10 الكيسان ديال الفورس، وهاد المره هزات لي اقل من كيلو، يعني غير 9 الكيسان. درت الدقيق وزدت عليه شويه ديال الملحه، وكنخلط هاد الشيء مزيان مزيان. غير كنخلطوا، شوفوا كتخلطوه غير كتجمع لكم وتحيد من التكتلات ديال الدقيق الابيض، كنخلوها تخمر، ما كندلكوها لا والو. صافي هنا رجمعتها وغنخليها تخمر. خاصكم غير الدقيق الابيض ما يبقاش فيها، يعني تخلطوها مزيان وصافي. غادي نغطيها، ضروري ندهنها بشويه الزيت ونغطيها بشي ميكا، ونخليها ترتاح مده 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه، ونرجع معكم. بريوج درناه يخمر. صافي درتو حطيتو الخمر، دابا غادي نصاوب معاكم كوكيز بلا زبده. كوكيز معروف بالزبده، ولكن انا غنصوبو معاكم بلا زبده، والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف واقتصادي. هذا هو الاهم، انه اقتصادي وكيخرج كميه لا باس بها. خليناها تخمر على خاطرها. هنا غادي ندوز نصاوب معاكم كوكيز الاقتصادي واحد الدرجه كبيره، واقتصادي اقتصادي. 3 البيضات ما يكونوش باردين، يعني مشيو تخرجوهم من الثلاجه وتقولوا غنديروا كوكيز، لا خلوهم على برا باش كوكيز ديالكم يجي زوين. عندي الشوكولات ديال 4 دريال تقريبا 3 دراهم، نص خماره، الدقيق انا غنقول لكم كل شيء. شوفوا ديروا 3 البيضات ونديروا معهم ساشي ديال الفاني ونص كاس ديال السكر، ونحركوهم مزيان حتى يذوب لينا هذاك السكر سنيده. وشوفوا الناس اللي دايرين صفحات بالاسم ديالي غادي نهضر معكم، وباقي ما هضرتش معكم بلا تخليت سالاد كوكيز. هنا عندي كاس معابرج ديال الزيت حتى خلطت هذاك البيض وهذاك السكر، قال السكر سديده، وزدت عليه هذاك الكاس معامرش، يعني كاس الا ربع ديال الزيت، وكنحرك مزيان ونزيدو الدقيق. بعد ما زدنا الدقيق دفعات غادي نزيدو هذيك نص خماره وشويه الملحه. بالنسبه للفورس او الدقيق الابيض خاص بالحلويات خاصو يكون، انا حطيت حدايا 400 غرام، يعني 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، وما درتهاش كامله، يعني خذات لي غير 3 الكيسان ونصف ديال الدقيق الابيض. كاين شي دقيق كيشرب وكاين شي دقيق ما كيشربش، انا موافقه كتاخذ لي 4 الكيسان، ودابا خذات لي غير 3 الكيسان ونصف، يعني 350 غرام. كناخذ هاد 3 دراهم ديال الشوكولات قطعتها على هاد الشكل، يعني قطع صغيره. بعد ما جمعت العجينه ما كدلك لا والو، غتبقاو ديروا الدقيق حتى تجمع لكم. بعد ما كتجمع كندير عليها هذوك الحبيبات شوكولا او هذوك الشوكولات ديال 4 دريال. اللي كانوا عندكم حبيبات شوكولا من الاحسن، ولكن حتى الشوكولات راه كيجي زوين ديال 4 دريال، في واحد مذاق رائع. ها هو الدقيق اللي شاط ليا من هذيك 400 غرام. صافي مباشره كناخذ هذيك ورق للطهي، ماشي ضروري، غير انا كنبغي نغطي اللاطه ونبقاش نغسلها كل نهار وتبقى نقيه. صافي كندير هذيك الورق اللي طهي تمايا، وكنكور هاد الكوكيز وكنحطو، وغادي نعاود مازال نقرصو باش ما يجيوناش غلاظ بحال الحلوه، لا خاصو يجي مسطح بحال الكوكيز اللي كنشروه على برا. وجاوني بزاف ديال التعاليق، سيم وصوب معنا الحلوه ديال ذكرى مولد نبوي، راني صوبتها وصورت فيديو غدا نحطه لكم ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش يا احبابي اللايكات، الله يخلي لكم صحتكم ويطول في عمركم. الفيديو كيجيب يعني كيجيب مشاهده لا باس بها، ولكن اللايكات ما كيكونوش، ما تنساوهمش ليا، الله يخلي لكم صحتكم. ما بقيتش كنحشم منكم دابا، خلوا لي ديروا لي اللايكات، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم. هذا قرصتهم وعاودت قرصتهم بصبع ديالي الشوم، هذا تلم طق 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 باش ما يجوش منفوخين ويجوا بحال الحلوه. وكناخذ هاد حبيبات شوكولا او الشوكولات ديال 4 دريال، كنشوف هادوك اللي ما فيهمش الشوكولات بزاف كندير لهم الشوكولات. كنسخن الفران مسبقا، انا درتها على 150 درجه، طيبتهم غير من التحت
حتى بانوا لي طابوا من التحت وشعلت عليهم من الفوق، يعني شدوا فراسهم من التحت بانوا لي بداوا يطيبوا من التحت، شعلت عليهم من الفوق باش يولوا حمرين. مدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة كيكونوا موجودين على عافية متوسطة، ما تكونش عافية مجهدة بزاف حيت دغيا تخطفوا ليكم ويبقوا خضرين من الوسط. على عافية متوسطة ما تكون قليلة ما تكون مجهدة. شعلوا عليهم من التحت حتى يبانوا لي نشدوا فراسهم من التحت، ونشعلوا عليهم من الفوق. هنا دست خديت العجينة السحرية غنقسمها على جوج، غنخرج منها البريوش ونخرج منها القرص. أسهل قرص وناجح، المذاق ديالو رائع بزاف. كناخد نص كاس مخلط ما بين حبة حلاوة والنافع وثلاثة المعالق ديال الجنجلان وقريصة ديال الزهر. هذاك الزهر عندي، اللي ما كانش عندكم الزهر يمكن ليكم ديروا ديك الخمارة ديال الزهر، عرفتوها زهرة البرتقال في هذه المرحلة. واللي عندكم غير الزهر السائل يمكن ليكم ديروا شوية تمايا وديروا شوية الدقيق الأبيض، تقريبا ثلاثة المعلقات ديال الزهر ومعهم شوية الدقيق الأبيض. أنا درت هاد الزهر اللي كيتباع الروح ديال الزهر. هانتوما كوكيز بدون زبدة، شوف شحال الكمية اللي خرجت لينا، غير نص كاس ديال السكر وكاس ما عامرش ديال الزيت وثلاثة البيضات، كتخرج لينا هاد الكمية كاملة. شوف رائع، كيجي رائع بدرجة كبيرة، عجب قربوا معاه. هانتوما كوكيز ديالنا اقتصادي وناجح من أول استعمال، وحسن من ديال الزنقة ولا كنشروه على برا. شوف اقتصادي تبارك الله، كوكيز جا زوين بزاف، بغيتكم تجربوه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالو، كتشدوه وديروه في شي بواطه محكمه الغلق وديروا معاه سكيكره سكره ديال اتاي عرفتوها، وتخلوه على برا في بلاصه ما فيهاش الرطوبه، راه كيصبر معكم مده كبيره، مده طويله ماشي كبيره. صافي هنايا العجينه بعد ما قسمتها على جوج، درت لي هذاك الجنجلان خليتها ترتاح مده جوج دقائق باش ما تعدمناش في الخدمه. كناخذ هاد القريصات قسمتهم على هاد الشكل، هذا القرص ماشي البريوش، البريوش خليت عجينه ديالته. وبالنسبه للقرص خديت اكثر من البريوش، يعني البريوش خليت غير عجينه صغيره والقرص بغيت نخرج كميه كبيره ديال القرص، كميه لا باس بها. كنشدهم وكنقرصهم على هاد الشكل، ما يكونوا رقاق ما غلاط حيت باقيين غادي يتنفخوا، ما يكونوش غلاط بزاف. وهذا الوقت راه الفران كيسخن، راه كيجيو زوينين، ما غاديش نهضر عليهم حتى تجربوهم. وبالنسبه للسكر ديالهم راه كيجي الحلاوه ديالتهم ما حلوين ما مسوسين. خديت بيضه صفار بيضه ودرت معها شويه الخل وشويه ديال الماء، وغادي ندهن هاد القريصات ونخليهم يخمروا، وضروري ندير عليهم جنجلان باش يجوا، اصلا هما قرص ضروري الجنجلان خاصهم من الفوق ديالهم، ونخليهم يخبروا مدة 15 دقيقة. وغادي ندوز نصوب معاكم البريوش اللي الشكل ديالو زوين والمذاق ديالو رائع بزاف. كناخد هذيك القريصة الكبيرة، القريصة الكبيرة كندير لها شوية ديال الدقيق الأبيض، وكندير هذا المدلك. الناس اللي ما عندهمش المدلك يشدوا غير هذيك الرجل ديال الشبكة ديال الماعن ديال الميكا ويديروها. أنا راه كانت عندي تنوريها لكم، أنا كانت عندي واحد الرجل شحال صوبت بها البريوش. كناخد هاد الكونفيتير او الكريمه الباتيسير اللي متوفر عندكم، تقريبا هنا ثلاثه المعالق كبار، وكندهن هاد البريوش. وكان بالنسبه للحشوه اللي متوفر عندكم، عندكم الكوك محمر، الكوك العادي، الشوكولا مقطعه، انا خديت غير الزبيب وشويه ديال الشوكولات، هذوك الحبيبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز. هنا راه 5 دراهم دارت ليا كوكيز ودارت ليا البريوش، وكنجمعها صافي سهله. بغيتو ديروا كاوكاو ايفيلي، اللوز ايفيلي، اللي متوفر عندكم غير الزبيب بوحدو مع الكونفيتير. انا كنقول لكم اللي عندكم في الدار ديروه، الاهم انكم تصوبوا بريوش زوين. وكنجمعوا بحال هكا بلا ما غادي نهضر، راه باينه الطريقه، وكنقرصوا طرق 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 باش ما تحلش ليا هاد، يعني بلا انا غنوريكم كيفاش غادي ندير ليه بلاتي. ضروري انني نقرصوا بحال هكا ونشد شي موس ماضي ضروري، ونديرو في الدقيق الابيض باش ما تلصقش هي العجينه في الموس، وكنصوبو من الوسط بحال هكا. شوفوا الطريقه باينه 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 باينه، انا غادي ندير وحده فوق وحده وحده فوق وحده، وكنشد هذاك المول المتقوب من الوسط هو اللي كندير فيه هاد البريوش، او ديرو في المول الطويل المستطيل عرفتوا هذاك المربع، حتى هو كتجي فيه زوينه كتجي بحال الكيكه فيه. انا غنشد هاد المول، دهنته بشويه ديال الدقيق الابيض وشويه ديال الزيت، وغنخليها تخمر، وراني قطعتها مازال. شتو هذيك الطلقيه اللي ما قطعتهاش بالموس، راه قطعتها بيديا باش تجيني مقادم الجوانب ديالها.
صافي هنا راه خمرو ها هي ضعف الحجم ديالها خليتهم تقريبا 10 دقائق 10 دقائق على حساب الجو اللي كاين في الكوزينه ديالكم. كاين شي كوزينه بارده وكاين شي كوزينه سخونه. انا درتهم في الفران كان سخون شويه طيبت فيه كوكيز ودرتهم يسخنوا. عرفتي شنو طرا ثلاثه صبري وشي طيب عاد تفكرت بانه ما درتوش شي ما درتش صفار البيض اشوفوا معايا عاد درت لي صفار البيض وغادي نخرجوا ليها بالفران واش غادي بعدا نسيمو تجيتي راه شوفوا هاد العفاريت جاوا بالخدمه كيتسدا بغا يعاودوا الفطور مافطرتوش بزاف عرفتي فطروا مع الصباح في الدار وفطروا مازال في الزنقه وعاودوا باغيين يعاودوا الفطور الثالث شفتوش صافي دخلوا طيب عاد بقى لي والو خويا فؤاد هضر واش كلمه السبيعه كيسولوا عليك هذا يقول الله يرضي عليك عطينا ناكل بغا ياكل سخنوا الفران مسبقا ندخلوا البريوج ديالنا والقرص ديالنا غير يبان لينا الطاب من تحت شويه نشعلوا عليه من الفوق على عافيه متوسطه. ودابا غادي نهضر على هذوك الصفحات ديال الفيسبوك تقريبا شي 13 صفحه او 20 صفحه دايرينها بالاسم ديالي كاتبين على سيمو ستارز ودايرين التصويره ديالتي وكيهزوا الفيديو كيف ما كنحطوا في اليوتيوب. نهار الثاني كنلقى عندهم حاطينه في القناه ماشي في القناه في الفيسبوك عندهم. انا عندي غير جوج صفحات ديال الفيسبوك عندي الصفحه ديالتي كاتب عليها محمد بن راديه والصفحه الثانيه كاتب عليها سيمو ستارز. انا غنحطها لكم في اول تعليق صفحات اللي ديولي انا اللي كنحط فيهم فيديوهات ويعني تصيفطوا لي ميساج غادي نجاوبكم انا ما غاديش يجاوبكم شي واحد اخر. انا نخاف من هنا قدام يكبروا لهم هذوك الصفحات وبداو يهضروا مع الناس وبغوا ياخذوا من عندهم الاشهارات على وعلى على اسم ديالي انا ونوقع في المشاكل. وانا هذاك الشيء الصوره ديالتي زوينه بغاتها ديما تبقى زوينه ما نوقع لا في مشاكل لا والو وبعيدين عليا المشاكل. وهاد الناس غادي ناخذ معاهم شي اجراء قانوني ضروري 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 حيت غادي يبداو ينصبوا على الناس وشنو غيرجعوا غيرجعوا لي انا يقول لك سيمون انت نصبتي علينا وانا الله لي شاهد عليا ما نبغي الاذي حتى واحد وما نبغي الناس كلهم نبغي لهم الخير كيف ما نبغيه راسي نبغيه المتسبع العزاز يولي ونبغيه كاع الناس. جبنا الحوت عبريوش فؤاد تحت الحوت كبير مزيانه هاك عاوني اخويا شد حط هذيك تما حط ليها الوسط. دابا واش فطور ولا غدا ولا الزباله؟ غدا سبحان الله درت الحوت صافي مشيت جبت لي الحوت صراحه تشهينا كلنا بلاش كذب كلنا تشهينا صراحه ها انتم كوكيز شوفوا الغديه وشوفوا قلت لهم تا اتاي اللي بغى اتاي راه غادي يشرب حيت اسمع المخبزات من تما كاعي صافي حطها تما ها هو الحوت صافي نحط الموضع اجي تشوفوا معايا الحوت اللي جابوا هادي شنو هي السين هادي شنو هي السين هادي الصورة صول هذا شوفوا تبارك الله الصول الكروفيت الدنجال صافي غنتغداو دابا هنا بريوش غنقطع معكم بريوش غنقطعو بحال هكا اجي تشوفوا معايا شوفوا تنقطعو شوفوا كيفاش كيجي ما معجل لا والو كيجي خفيف بحال القطن ها نتوما شي الكونفيتير شوف شوف كيفاش كيجي رائع. وكوكيز بغينا نهضروا عليه راك شتو كيفاش هادشي هادي هي الغديوه ديالتنا وهادي هي الطويبله ديالتنا نتمنى انكم تعجبكم وتجربوا هاد الكروس وتجربوا هاد الكوكيز وتجربوا هاد البريوش راه كيجيو رائعين بزاف. السلام عليكم.